انت يا بنت مش هتبطلي سرحان، حله المحشي اتحرقت. يا ستي تعملي ايه؟ تعملي ايه؟ تعملي ايه؟ تحرقي حله المحشي ليه؟ ليه تحرقي حله المحشي؟ غصب عنك يعني ايه؟ تعالي صبر تعالي. الله، وبعدين بقى؟ وبعدين؟ ايه يا رتيبة؟ ايه يا رتيبة؟ ايه يا عبد السلام؟ انت يا اخويا مش دخلت عشان تنام، ما نمتش ليه؟ انا مش زي في وسط المعمعه اللي انت عاملاها والزيطه والزنبليطه اللي عاملاها يا رتيبه. خش يا بنت على المطبخ، خشوا. والله لا اكون خصم حق حاله المحشي من ماهيتك. جبتوا لي العيه، جبتوا لي الضغط. يا اختي قطعتم قطعتم رتيبه. ما تيجي نعمل اتفاق يا بنتي، اتفاق ما يخرش الميه. ليه يا عبد السلام؟ للزعيق، قصدي لترشيد الزعيق. بدل ما الزعاق كده جهجون، نعملها برنامج نظام، نبرمج العملية. يعني من حقك تزعقي كل يوم من 9 لـ2:30، ما عدا يوم الخميس خليها من 9 لـ1، لأن عندي نص يوم. يوم الجمعة بتهيألي بقى إيه؟ الرحمة، مفيش زعيق. بس ممكن برضو تمارسي هوايتك، تضربي ضرب كتيمي من غير زعيق تحت الحزام، يعني فاهمة؟ خلاص خلصت يا عبد السلام. ايوه خلصت يا اختي. ما تفكري جدا، شوفي الشغال اللي بيجوا، شوفي بيحبوني انا ازاي، بيحبوني قد ايه. ليه؟ بعملهم بالانسانيه، مفيش شخط، مفيش ضرب. لانك ما انت ست البيت يا عبد السلام، مالكش احتكاك بيهم. ده انت يا دوبك يا اخويا يا بنت ناولين كوبايه ميه، علبه سجاري كانت هنا راحت فين وخلاص. لكن انا، انا اللي ليا احتكاك بيهم، انا اللي بباشر كل صغيره وكبيره في البيت، انا اللي بتحرق دمي في اليوم 20 مرة من غباوتهم وتصرفاتهم وغباوتهم. طب بالهداوه، بالهداوه يا رتيبه، عشان ما يتفشوش. ما يتفشوا ولا يتحببوا يا عبد السلام. وانت مالك انت؟ هو انت اللي بتتعلم ماهيتهم؟ بلا بكسه كده يا رتيبه. هعمل لك ايه بس يا عبد السلام يا اخويا؟ قد يا اخويا انا ماشيه لك البيت زي الفل، ده اللي يشوفك عايش ازاي وبتصرف قد ايه يقول عليك مليونير، ما يعرفش اللي فيها، ما يعرفش ان انا اللي يا اختي. ولا بلاش. وبلاش ليه؟ ما تقوليها يا رتيبه، قولي ان انا بصرف على البيت قد ماهيتك 3 مرات. ما تقوليها يا اختي. يا اخويا بقى يا عبد السلام، مش قصدي. مش قصدك ليه؟ وانت ما انتهاش، ما انت قلت للجميع، ده انت زعتيها في نشره الاخبار. مش انتي فهمتيهم ان انت اللي جددت عفش البيت من الابره للصاروخ؟ ماما انا كمان ما قلتش لحد غريب. لا ابدا. انت قلت ال200 بس اللي نعرفهم حبايبنا. على كل انا ما خدعتكيش، انا قلت لك كل حاجه بصراحه، قلت لك دي امكانياتي، ما طلبتش منك ان انت تساعديني، فاهمه؟ ما هنا يا عبد السلام، لو ما كنتش بساعد في البيت كان زماننا دلوقتي بنشحت. وبصراحة كده المصروف اللي بتدفعه وما يكفيناش ناكل لحمة، مش ال30 يوم كلهم كمان. أحسن حاجة أنا أسيب لك البيت ده وأمشي. عن إذنك. أيوة أهو ده اللي أنت شاطر فيه، أحسن واحد تتلكف. بيت يا ثنية، بيت يا ثنية. نعم. تعالي ما نكمل. إزاي يا بنت تحرقي حلة المحشي؟ إزاي؟ 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 يا لهوي.